صراحة اف ام صراحة 88.6. اليوم مسؤوليتنا الكل الحوار الوطني هذا عنده شيء مهم. يا اما نجلسوا نبداو نتحدثوا كما كل الحوار اللي عملناه في المره الاولى والارهاب والاخري وهو حوار كل واحد يعطي وجهه نظر نتاعو ويروح، او ان نعملوا حوار حقيقي. اش معنى حوار حقيقي؟ يعني ادخال كل الاطراف الفاعله في الحوار، وأن يكون الحوار هذا مش وطني فقط، يكون وطني، يكون جهوي، يكون محلي بمشاركة كل الأطراف. هذه أن تلتزم السلطة بحضور الحوار الوطني هذا، وأن تطبق ما يمكن تطبيقه. يعني معناها اليوم السلطة تعطي هاو شنو اللي عندها الخيارات، أو شنو الإمكانيات، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية كلها تعطي شنو اللي موجود، واليوم نبحث مع بعضنا على حلول. يعني هذا في إطار حوار وطني حول تشغيل ممكن، ممكن جدا، مش ممكن برك، ما عندناش بديل عليه، ما ثماش بديل. يعني انت عندك سلطه اليوم ما عندهاش بدائل، معناها باقيه تحاول تدير الازمه وتطفي في نار لهنا وتستل الماء في ذهب وتطفي هنا وتطفي غديك، ومازالت غدوه تصبح في مناطق اخرى وبعد غدوه تصبح في مناطق اخرى، ما عندهاش بدائل يعني استراتيجيه بعيدة المدى. وعندك معارضه تنقد في السلطه ولكن زاد هي ما عندهاش بدائل. اليوم اشنو عندك حلين؟ يا اما تنقد وتواصل وتقول انه ما فماش معناها امكانيه ونواصل في نفس التوجه، او انك اليوم اجا نضبطوا تصور مع بعضنا باش نجموا نخرجوا من الازمه دي. وراهو اذا ما خرجناش من الازمه دي راهو فما اشكاليه كبيره تهدد مش فقط معناها واحد. لكن نهار نحتفلوا بجائزه نوبل للسلام لانه البلد الوحيد اللي حقق نسبه من الديمقراطيه ونجم يكون ناجح، لكن النجاح هذا ما نجم يكون صحيح ومقبول ويمشي في الاتجاه الصحيح إلا من حقه العدالة الاجتماعية المطالبين بها. وأول شيء مهم في العدالة الاجتماعية هو تحقيق التشغيل لهؤلاء الشباب الطامح إلى مستقبل أفضل. صراحة FM 88.6